أبوي من أوائل الناس اللي جاب الدكتوراه بالأردن، جاب الدكتوراه بالستينات. كان في أقلاء من الناس الموجودين بالأردن عندهم دكتوراه. الحمد لله إجا أول ما إجا على الأردن درس بجامعة الأردنية، وبعدين صار مدير إحصاءات العامة. وبعد الإحصاءات العامة المرحوم وصف التل حوله على صار وكيل وزارة الصناعة والتجارة. قاعد بوكيل وزارة الصناعة والتجارة حوالي يمكن 12 سنة شيء هيك. وبعدين شافوا كفاءته بالشغل وكيف كان يشتغل مع الناس وكيف كان دغري سيف، ما عنده يا مرحمين. إذا بشوف إشي غلط كان يقول له غلط، حتى لو وزيره أو رئيس الوزراء كان يقول له غلط، ما عنده. صحته رئيس ديوان محاسبة، قاعد رئيس ديوان المحاسبة حوالي 12 سنة. وكان حازم لما كان رئيس ديوان المحاسبة، الحمد لله ما قصر. بعدين طلع من ديوان المحاسبة ونزل نيابي. نزل نيابي لأنه حس الحكومة ما أنصفته بكم من شغلة. نزل نيابي والحمد لله نجح بالنيابة وخدم مدينة السلط. وأنا مش لازم أحكي لكم شو ساوى مدينة السلط، لأنه السلطية كلهم بيعرفوا شو ساوى وشو خدم السلط. ولهلأ بيحكوا فيه. أبوي عمره 92 سنة، الحمد لله كل يوم بروح السلط، وما شاء الله عنه يعني بيجوا الناس وبيهاوش مشان الناس وبيساعد الناس لهلأ، مع أنه مش بالحكومة، بس لأني معروف أنه بيهاوش مشان الناس. وأنا إن شاء الله إذا بقدر، وصعبة هاي بس راح أحاول أمشي بخطاه، لأنه برفع الرأس صراحة، برفع الرأس، وأنا بفتخر فيه إنه يكون والدي.